Selanjutnya, disilakan peserta TK 4.36, peserta TK 4.36 akan membaca surah Al-Ahqaf dimulai dari ayat 27 dan seterusnya pada halaman 505. Peserta TK 4.36 akan membaca surah Al-Ahqaf ayat 27 dan seterusnya pada halaman 505. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين.
Yeah.
suri tampil terakhir.